انا في حاجات كتير بالنسبه لي لو اكلتها تاني يوم بتبقى احلى. زي ايه؟ بتبقى باميه الباميه طبعا. الباميه وال اي حاجه متسبكه بطماطم بحبها تاني يوم. تاني اكتر يوم بتبقى بتشرب الحاجات كمان. والقلقاس الاخضر برضو بحبه اكتر بكتير تاني يوم. صح. انا اكتشفت ان القلقاس اصلا اخضر يعني وانا عندي مثلا حاجه و20 سنه. القلقاس اخضر لان احنا كانت بتاخده بالطماطم. ايوه انا عيله مامتي كانت بتعمله باللحمه المفرومه او زي البطاطس صينيه قلقاس من غير لا يعني كيوبس كده وعليها صلصه حمراء زي الخضار العادي زي البسله والفاصوليا وكده او الصينيه زي البطاطس باللحمه المفرومه. فاكتشفت بقى وانا كبيره جدا ان اصلا لا ان هو اصلا اخضر. ما كنتش يعني كنت مستغربه جدا الموضوع ده. دقيقه بيبقى القلقاس الثاني بتقطع عارفه يا نهى عشان احنا زمان برضو امهاتنا كانوا يعملوه لنا انه بيتقطع ترانشات كده هو واللحمه المفرومه بالصوص بتاعه وتاكلي القلقاس. بس ده ما بقاش قلقاس بصراحه يعني انا ما اعرفش اصلا يعني ما اعرفش انا الصراحه عجبني يعني او ده يمكن عشان انا اللي كنت متعوده عليه. علي صح اوكي. انتوا من اي بلد؟ احنا اصلنا من المنوفيه من شبين الكوم. ملناش دعوه بيك. هو من القاهره يعني. انا من القاهره ما من هنا. انت عملتي دلوقتي زيت وعليه توم؟ وعليه توم. ممكن زيت او زبده او سمنه او يعني اي حاجه. اي حاجه. طب التوم بقى بنحمرها تاخد لون ولا لا بس تدبل ما تاخدش لون قوي لان احنا لسه هندخل الحاجه الفرن. بيقولوا يا نهى اول ما تشمي ريحه التوم توقفي بقى. بالظبط. مش كده؟ يعني مش لازم بتشمي بس دي لما يطلع ريحته تبتدي تتعاملي معاه. ده حقيقي. انا اكلت حاجه يا اولاد. انا معلش انا اكلت حاجه مش عارفه هي ايه. دي شكشوكه. دي الشكشوكه. انا افتكرت دي الشكشوكه. لا دي عجه. دي عجه. طب تعملوا عشان انا بعمل عجه بقى قولوا لي بتعملوا العجه دي ازاي. بيض ولبن وسنه بيكنج باودر صغيره قوي قوي وسنه بيكنج صودا صغيره قوي ملح فلفل جوزة الطيب وبعدين بنحط بقى جوه اي حاجه احنا عايزينها. يعني هنا مثلا محطوط طماطم وفلفل وبصل. بصل هي المفروض يبقى كتير قوي في العجه ولا لا؟ وبنحط بقى اي حاجه احنا عايزينها بقى تركي زيتون مشروم بروكلي. شيف انا هقول لك العجه بتاعتي وجربها مره لنهى وخليها تاكلها غصب عني. لا لا اكيد. بص انا ما بعملش العجه كده. انا بعمل العجه بصل وبقدونس ولحمه معصجه والبيض. حلو. هو بيحب قوي انا كده. بحب قوي كده مش كده؟ سامعه يا ستي نهى؟ ايوه انا بعمله كده والله الصبح. ما انت قلت لي بتعملي كده على الفطار. بتعمل لي كده على الفطار. بتعمل لي بيض باللحمه المفرومه كتير قوي. بالظبط. حلو. وحتى البيض عارف العيون ده اللي بيقولوا ايوه لما بتحط حواليه بترش شويه لحمه معصجه بيبقى تحفه. صح صح. هو انا عايز اسالك سؤال. بما ان نهى بتفطرك كده كل يوم لما كنت مش متجوز كنت بتفطر كده برضو كل يوم؟ كنتش بفطر خالص. شكرا. ده طبيعي. كنتش بفطر خالص. لا بس حرام. لا بوظيها. لا على فكره والله كان بيفطر جبنه سايحه. يعني كنت بفطر قليل برضو. هنجيب عيش نحط الجبنه نسيحها وناخدها واحنا نازلين. يعني اغلب الوقت كنت بختار ان انا اتغدى غدا قوي واتعشى عشاء حلو بس الفطار بفوته. ودلوقتي باكل الثلاث وجبات عادي جدا وبدخن عادي جدا ما فيش اي حاجه. دلوقتي انا شايفه نهى عملتي ايه؟ عملتي البتنجان ده مقلي. مقلي والفلفل المقلي. وفلفل مقلي. طبعا ممكن مقليه. لا الطماطم عادي مش مقليه. طبعا الفلفل والبتنجان ممكن يتعملوا في الفرن لو حد مش حابب يقليهم او في اير فراير لو في اير فراير. غاليه قوي. لا مش هنجيبها. لا لا هنشتغل. لا 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 ما فيش ايه بلا ايه. هي الاير فراير. هي الفرن بس ملناش دعوه. يبقى في فرن بقى. ايوه بالظبط. عشان اقول لك عشان هي غاليه. ما انا بقول الفرن. إيه دلوقتي اسالكوا سؤال. نسيته. حلوه. الاكل اصله جميل قوي والله. بينسي كل حاجه. طب وريها لي. نسيت السؤال اللي عايزه اساله لكم على فكره. لا ايه ده كله؟ فاكره انا باخد وكل واحده فتفوت عشان اعرف اجرب كل حاجه يعني. دلوقتي عايز اسالك يا نهى. اتفضل. انا اتعلمت انه لما اجي اعمل مسقعه او بتنجان مقلي ان انا البتنجان احنا اساسا بنحطه في مصفى احط عليه شويه ملح
ونسيبه ايه ينزل الميه البني بتاعته دي، صح؟ صح. حلو. بعد كده انا بعمل ايه؟ بنشفه بالورق بتاع المطبخ وبحطه في الدقيق، دقيق من هنا وهنا كاني بقلي سمك، دقيق كده واحمره، ما بياخدش نقطة زيت. مظبوط. جميل. وبيطلع مقرمش من بره ومن جوه. طيب ما تستضيفيني المرة الجاية. عايزة شوربة الكورونا بتاعتك، شفتي كمان مش كده البني ادمين حبوها. وبعدين فبيطلع مقرمش من بره ومن جوه طري جدا وطعمه حلو قوي على فكره. مزبوط. هل ده يعني كلام معقول ولا؟ ايوه انا. لا ممكن. أيوة انا مامتي كانت بتعمل كده. فطلعت انا كمان بعمل كده. انت بتعملي كده برضه؟ انا مامتي كمان بتعمل المسقعه ببتنجان مشوي، بتشويه في الفرن ما بتقليهوش. فيبقى صحي اكتر، بيبقى خف وصحي اكتر. سواء المقلي طبعا بيبقى طعمه احلى بصراحه. المقلي اي حاجه مقليه، اي حاجه مش صحيه طعمها بيبقى احلى غالبا. المسقعه الحقيقيه ما بتحسش قوي بالفرق.